السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم البنات. كنقدم لكم اليوم ان شاء الله هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم هذا الفيديو. هادو خبيزات ديال الحمامر صحيين كيجيو رائعين البنات. قلت علاش لا ما نشاركهمش مع الاصدقاء ديالي. المهم وهنايا درت هذا الخبز، هو ديال الشعير، ها هو هاد الخبيزات ديال الشعير، تا هما كيجيو رائعين البنات. المهم ان شاء الله نتمنىكم تجربوهم، راهم صحيين البنات وكيجيو رائعين. المهم ان شاء الله غنتسناو عليهم حتى يخمروا دابا، ومن يخمروا ان شاء الله غادي نقدمهم معاكم من يطيبوا. شوفوا كيفاش جا. يلا البنات ما تمشيو فين، تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. سلام البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ اليوم البنات بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. كلشي كيعرف كيدير المسمن، بالحق هذا المسمن هذا درتو غير بالزرع، كيجي رائع البنات وكيجي مفشفش ومن فوق غزال. المهم الى عجبكم هذا الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بالبارطاج وبالكومونتيرات الزوينه ديالكم، وكنقول لكم الله يحفظكم. المهم درت واحد جوج زلايف ديال الفورس مع كيلو ديال الفينو، مع كيلو ديال الفينو. كيجي الزرع غالب على سميتو على هذا الدقيق الابيض. وهانتوما شوفوا تبارك الله هاد الكميه الهائله اللي حطلي. شوفوا كيفاش جا رائع البنات، ما شحيتكم فيه. هانتوما البنات كنتمنىكم تجربوه، راه كلشي عارف كيفاش يصاوب هاد الملاوي هادو، ولكن طريقه عن طريقه كتختلف. والى عجبكم هاد لا فيديو ديالي ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. هانتوما البنات ها هو الخبيز ديالي وجد، هذا ديال الشعير. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي رائع البنات، ما شهيتكم فيه. كيجي غزال وفشفش. شوفوا البنات شوفوا، وهذا ديال الحمامر. هانتوما كل شيء صحي البنات، نتمنىكم تجربوا هذا الخبز ديال الحمامر، كيجي رائع. كيجي شوفوا ما نقولكمش كيفاش دايره البنات. المهم الى عجبكم هذا الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بالكومونتيرات الزوينه ديالكم، وكنقول لكم هنا حتىكم وبلا بكم، راه ما كاين حتى شي حاجه. وتبارك الله عليكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم البنات، كنتمنى لكم عواش مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر البنات. بلا شك غادي تعرفوا هاد الفيديو علاش غادي نتكلم البنات. اليوم بغيت نصاوب معكم الفلفله، ما حدها ان شاء الله رخيصه، بغيت نصاوبها معكم ونديرها ان شاء الله في الكونجيلاتور. المهم البنات ها هي، ها هي الفلفله، جبتها وغسلتها بالخل والملحه وخليتها تقطر. المهم غسلتها مزيان على هذا الشكل هذا. المهم والبنات دابا انا غادي نحضرها ان شاء الله باش غادي نديرها في البواطات ونديرها في الكونجيلاتور لشهر رمضان الكريم. والله ان شاء الله الله يوصلنا لرمضان يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين. المهم كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم هاد النهار هذا، وما تبخلوش عليا بالكومونتيرات الزوينه ديالكم، وكنقول لكم اللي خطاكم وبلا بكم، راه ما كاينه حتى شي حاجه. المهم البنات هانتوما معايا ان شاء الله، ما تمشيو فين حتى ان شاء الله نصوب هاد الفلفله كامله الحمراء بوحديتها والخضراء بوحديتها. هاد الفلفلات هادو، هاد الفلفله في رمضان كيغلى، كتغلى هاد الفلفله في رمضان. قلت علاش لا ما نديرش واحد شويه ونخبعها ان شاء الله، الله يحيينا ان شاء الله. المهم البنات وكتحضري بها هكايا الملوي، داكشي المملحات، اللي بغيتي حاجه ديال التعمار كامله كتحضريها بهاد هادو، بالسيجار، بكل شيء ان شاء الله. يلا البنات ما تمشيو فين ان شاء الله حتى نصاوبها ونوريها لكم كي غندير نخزنها ان شاء الله.
هانتوما البنات، هيا من بعد ما صوبت هاد الفلافل هادو شوفوا كيفاش كيجيو على هاد الشكل هذا. المهم البنات انا راه ما تنقطعهمش، باش نجيكم الصراحه انا عندي الروبو تيصاوب ليا هاد الشيء ديال الخضر. ايوا وكان صوبتها فيها، شوفوا كيفاش كيجيو هانتوما، شوفوا الطريفات، شوفوا البنات هانتوما، شوفوا هاد الشيء رهيب. الروبو بحال مقطعه بيديا، كيجيو رائعين هاد الفلافل هادو. مهم وتجمدوهم والوقت اللي بغيتوه تجبدوه، تجبدوها شويه بمعلقه ولا جوج في حله، راهم طيبين وكديرهم على الحشوه اللي بغيتو. يلا البنات الى عجبكم هذا الفيديو هذا بارطاجيوه مع الحباب والصحاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالكومونتيرات الزوينه ديالكم. وكنقول لكم بلا بيكم راه ما كاينه حتى شي حاجه. يلا البنات والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. مازال ان شاء الله غادي نصاوب معكم شحال من حاجه، غنصاوبها معكم ونوريها لكم ان شاء الله. احسن نسيت ما قلت لكمش، من الاحسن تشريو هاد لي بواط هادو زوينين هادو، تيحافظوا ما تيدخلهم لا هواء لا والو في الكونجيلاتور. هانتوما البنات كناخذهم انايا وكندير فيهم هاد الشيء، هانتوما شوفوا البنات ما تدخلهم لا هواء لا والو. المهم البنات يلا غير بغيت نوريكم الفكره ديال اليوم اللي انا كنديرها، وكنقول لكم الله يخليكم وشكرا لكم بزاف البنات. السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم البنات، كي درتو؟ شويه لاباس عليكم، كلكم مزيانين، اموركم مزيانه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ولقاكم هذا الفيديو باحسن احوال يا ربي. المهم البنات كنبغي نقدم معكم هذا الفيديو اليوم جديد، بلا شك كتشوفوا شنو هذه البصله البنات. البصله كنجيبها انا ونغسلها كنقشرها ونغسلها بالماء والخل وشويه ديال الملحه ونخليها تتقطر. المهم وهذه البصله هذه غادي نفرمها في هذا في الروبو، وفوق ما نحتاجها مع دابا البصله بدات تتغلى، فوق ما نحتاجها البنات غادي ان شاء الله غادي نبقى نجبد منها، ندير منها الطياب او المنيويات او اللي بغينا البنات. كتلقاوها في حل حسنه. المهم البنات انا غادي ان شاء الله دابا غادي نقطعها طريفات كبار وغادي نديرها في الروبو، وغادي تشوفوا الطريقه ديالها كيفاش كتجي. وخزنيها وعرفتيها البنات والله العظيم الى تتلقيها في حل حسنه. المهم البنات ما تمشيو فين، تبعوا معايا ان شاء الله على فيديو حتى الاخر. هيا البنات هيا دابا قطعتها طريفات كبار، وغادي نطحنها دابا في الهشوة في الروبو، ماشي الهشوار البنات. وفوق ما بغيتوها جبدوها على فكره البنات، ما تخليوهاش تطلق وعاد ديروها تستعملوها، لا من الكونجيلاتور تستعملوها، تهزوا القياس اللي بغيتو وتستعملوها وجربوها وعطوني رايكم في التعاليق. ولا عجبتكم ما تمشيو فين، ان شاء الله غير نصوبها ونقدمها معكم كيفاش جات. ها هي البنات من بعد ما طحنتها شوفوا كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا. صدقوني الا جربتوا هذه الطريقه غادي تعتمدوا ديروها ان شاء الله دائما، وغتسهل عليكم بزاف ديال الماموريه. المهم البنات الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بالكومنتات الزوينه ديالكم، وكنقول لكم الله يخليكم والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. وهانتوما شوفوا دوك هاد البلاستيكات انا كنعتمد ندير فيهم باش ما كياخذوش حتى لي سباس في الكونجيلاتور. المهم البنات غزالين هاد المنظمات هادو، صافي دابا غادي نشد عليها وغادي نخشيها في الكونجيلاتور. يلا نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه البنات. كنبغي نشكركم بزاف البنات على اللي خطيكم، وكنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم معايا البنات. كنبغي اليوم نقدم لكم هذا الفيديو، قلت علاش لا ما نقدموش مع المتتبعين ديالي الكرام. المهم البنات هنا بغيت ندير التعميره ديال المنوي اولا ديال المخامر اللي بغيتو باش تعمرو بها التعميره، ان شاء الله كتجي غزاله هاد التعميره. المهم هنا كندير البصله وفلفله حتى هي يا مقطعه، فلفله خضراء وفلفله حمراء. المهم هنا عندي الجزر
محكوك، وعندي الكورجات هي محكوكه، وعندي قزبر معدنوس جبتو كان عندي مقطع ناضي، مهم وزويته. وعندي هنايا شويه ديال الكفته اولا لداند اولا اللي بغيتو اولا الطول اولا اللي بغيتو. عندي هنا التوابل، كندير التوابل، عندي هذيك الهريسه هانتوما، هذه مزوده حاره كتقطع، المهم كنديرها انا كتجيني لذيذه في هاد المليويات. المهم شويه الشاونيه ومليحه والابزار والخرقوم، وصافي كندير كل شيء البنات. هانتوما تشوفوا معايا كنضيف كل شيء على داك البصيله ديالي وعلى هذا صافي، وكنضيف هاد التوابل حتى هما ها هما صافي البنات. وكندير الزيت هانتوما شوفوا، وغادي نطيبها ان شاء الله دابا ونخليها تتقلى وتوقف هاد الخضيره كامله كطيب وكتوقف في دامها، وان شاء الله مني غادي تقرب توجد زعما طيب ليا ان شاء الله غادي نضيف ليها الكفته. المهم هنا البنات انا ما عنديش الزيتون، ما درتش الزيتون، الا بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش. المهم تصدقوني هاد التعميره هادي كتجي رائعه البنات. المهم انا كنتعمد ندير فيها الخضار حيت ولادي ما تياكلوش ليا الخضار، كنتعمد ندخل في هاد المنيويات هادو الخضر ان شاء الله. انا هاد التعميره كنصوبها بليله قبل، ما كنجيش نصوبها في نهارها، خاصها تكون بارده باش مني نعمرهم في المنيويات ولا في المخامل باش ما تتقطعليش العجينه، خاصها تكون بارده البنات. هذه معلومه خاصكم ديروها في بالكم، خاصكم ديما التعميره صوبوها قبل عاد ديروا العجينه ديالكم. يلا البنات ما تمشيو فين، تبارك الله عليكم، بقاو معايا ان شاء الله تنكمل الفيديو، والى اللقاء ما تمشيو فين. هانتوما البنات هي التعميره ديالي وجدات، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي واقفه في دامها ومعلكه، شوفوا البنات سمحوا لي على البخار. المهم هانتوما البنات الا ما بغيتو وليداتكم ياكلوا لكم الخضره، هي ما كتجيش باينه نهائيا البنات، شوفوا مزيج من الالوان كيجي تجي التعميره غزاله. يلا البنات الى عجبتكم هاد الفيديو هادي اكتبوا لي في التعاليق ديالكم باش دائما كتحفزوني باش نعطيكم الجديد، وشكرا لكم بزاف والى اللقاء. ولا جربتوا هاد التعميره هادي ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، رائعه رائعه البنات، بلا شحمه بلا حتى شي حاجه، كل شيء فيها صحي. يلا البنات تبارك الله عليكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.